انا رحت متاحف كتير جدا، بس اكتر متحف انا انبسطت فيه وكده حسيته نظيف وشيك قوي المتحف اللي موجود في مطروح. يا جماعة اللي ما راحش فاتوا كتير، شياكة ايه وتنظيم ايه وما شاء الله كبير وكده. ده رحته من سنتين لما كنت زرت مطروح. فانا بصوا ما سبتش حاجة في المتحف الا وصورتها لكم. فاول جزء من المتحف اول ما تخش كده هو اثار مصر اغلبها موجودة هناك. هي البومة دي أكيد موجودة في حياة ناس كتير جدا مننا. يا رب تكونوا مستمتعين. حرفيا انا ما سبتش حاجة.
كمل كمل كمل، هو ما طويل شوية، معلش معلش، هو طويل شوية. كتير جدا، وهم اصلا بيقفلوا 10، فعشان تعرفي كده زهقت ولا لسه؟
شايفين الايد دي اللي هو بس كده انا خلصت المتحف، اتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.